مرحبا، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم في سيزن جديد من بلاك ميرور. حنتكلم اليوم عن السيزن الخامس في ثلاث حلقات فقط. هاي الحلقة الأولى اسمها سترايكينج فايبر. الحلقة بتحكي يعني قصة بين هذول الصديقين، كانوا أصدقاء منذ زمن، كل واحد عنده حياته العادية. هذا متزوج من سيدة وهذا أيضا متزوج أو عنده صديقة، فبقول له لا شو رأيك نلعب لعب جيمينج أونلاين. بتصير بينهم جيمينج زي 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 قتال، كل واحد في بيته وكل واحد بيلعب جيمينج. في الجيم بصير بينهم زي ما انت شايف، هذه الجيم تبعتهم، بكونوا بيلعبوا مع بعض، واحد متقمص شخصية رجل وواحد متقمص شخصية سيد. في الجيم هذا بصير بينهم علاقة حميمة، علاقة جنسية. طبعا الـ هم ما عندهم انه هو اثنين مثلا عندهم علاقة او عمرهم فكروا بهذا الشيء، لكن في الجيم هذا في اللعبة بسووا هاي الشغلات. ف يعني بتوصل بينهم بعدين هم مش عارفين هل هم في الحقيقة هيك اما بس في اللعبة. طبعا بصير الموضوع انه زوجته هاي بتصير تشك في الموضوع، لكن مش عارف توصل لإشي لأنه ما في إشي فعلي، يعني كله هو بالحقيقة. لكن هذا بصير تفكيره كتير في صديقه في الواقع، وصديقه بصير تفكيره كتير فيه، وفي النهاية طبعا بصير يطلعوا التنين بيشربوا، بصيروا يطلعوا أصدقاء، يعني بيكتشفوا أنهم التنين هم من بحبوا بعض، يعني ذوي نفس الجنس. ومع انه في شوية تردد بكون في البداية، لكن في النهاية بصيروا مع بعض. كل بس بقرروا انه كل اشي بدهم يسووه بس بيسووه عن طريق الجيم هذا، يعني عن طريق اللعبة. وطبعا هذا بيأثر على حياتهم العاطفية مع زوجاتهم، وبالتالي بتصير برضو زوجاتهم تروح تدور على ناس تانية. قصة غريبة، الفيلم في القصة كله انه يعني ما بعرف المبدأ تبعها انه يصير الناس تسوي علاقات جنسية عن طريق العاب، عن طريق فيرتشوال وهذا يكفيها، ام الموضوع يعني موضوع شوية صعب، في كتير ديبيت. انا عارف يعني احنا شوية ما بنتقبل هيك شغلات، لكن في النهاية حلقة موجودة حبينا نناقشها. هل تتوقع انه هذا يصير او لا؟ اكتبوا الكومنت تبعتكم. اذا ما حضرتوا الحلقات الماضية والحلقات القادمة احضروها، واعملوا سبسكرايب للقناة، ونراكم ان شاء الله قريبا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل